اي فدوى وينك؟ يلا خلصيني الله يوفقك. في واحد واقف ما عجبتني نظراته، ما بعرف حاسته حرامي او شي. يلا الله يوفقك، تعالي ناطرتك. لا ما رح روح من هون بلا ما ضيعك. يلا باي. مرحبا. اهلين. تفضلي خذي البسكوتة مني. لا شكرا لك. صدقيني ما بتندمي، طعمتها كتير طيبة. تفضلي تفضلي. يا اخي ما بدي، شكرا لك. عن جد وإياه، واذا ما عجبتك لا تفعل حقها. لا اله الا الله على هالنهار. يا اخي انت ما بتفهم، روح من هون احسن ما لم عليك الشارع كله. ها ليش شو حكيت معك انا؟ العمى شو العالم هي. عاصفة تأخرت. خير شو لك وينك لهلأ انت كمان؟ شوفي شو صاير، هذا الزلمة بيع البسكوت مفكرني انه ما بعرف شو بده مني. واحد حرامي، لو ما مسكت شنطايتي كان اخذها وراح. ليش شفتي منه شي؟ عمل لك شي يعني؟ اي طبعا، عم يطلع نظراته من بعيد من تحت لتحت. امشي منحلي ما صار شي، خلينا نلحق. روحي يا شنطايتي. يا عالم ساعدوني. الله هذا انت يا ابن الحرام. طولي بالك هلا منجيبها. طولي بالك. لك شو طولي بالك؟ لك يا الله لهيك عم بصير معي. خلص وطي صوتك هلا مندق للشرطة. طولي بالك. لك شو بدي اعمل؟ يا الله اغراضي كلها فيها. خلص طولي بالك، لك الدورية جاي على الطريق، إلا ما يجيبوه وين ده يروح يعني؟ لك شو طولي بالك؟ الباسبور، المصاري، كل شي بالشنطة، كله راح. يا حبيبتي خلص طولي بالك. شرفي يعني سي، هي شنطايتي. هي الشنطة؟ اطمني، ما لحق يفتحها، وأنا الله وكيلك ما بعرف شو في بقلبها. بس ليش؟ يعني عفوا شو قصدك بهالسؤال؟ أنا مفكرتك أنت الحرامي، وأنت اللي بدك تسرقني. يعني بعد اللي سويته معك عم ترجع لي الشنطة؟ طبعاً يا أنسة، أنا صعيد فقير بس باكل لمتي من عرق جبيني. أبي الله يرحمه علمني اشتغل لحتى آكل، مو مشان أسره لآكل. بقى لو سمحتي، مو كل الناس مثل بعضها، مشان هيك رجعت لك الشنطة. عن جد كلامك صح. يلا بالإذن. الله معك. مشان تعلمي تاني مرة ما تحكمي على حدا من مظهره. شوفي قديش طلع ابن حلال. يلا حصل خير. شرفي. يا الله يا لعنة، لو تعرفي شو صار معي اليوم. تخيلي انه بياع بسكوت بسيط علمني درس بحياتي ما رح انساه. اي والله، لك انا كنت مفكرته حرامي وعم بتطلع عليه بلقمنة وبقرف. اي اجا واحد سرق لي شنطايتي، تخيلي انه هو الوحيد بين كل العالم اللي بالطريق جاب لي شنطايتي ورجع لي اياها. لا وبلا مقابل. عن جد بتعرفي شو؟ لازم الواحد ما يحكم على الانسان من مظهره. اي والله ما بعرف، حسيت حالي كتير صغيرة قدامه لهالزلمه.